حلقة جديدة معكم من برنامج مع الناس. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وموضوعات جديدة نطرحها معكم للنقاش من الآن وحتى قبيل انتصاف ليل القاهرة بقليل. حلقة الليلة بها أكثر من فقرة نتمنى إن شاء الله أن تنال رضاكم. محافظة القاهرة تقدم خدمة جديدة للمواطنين، فكرة ربما لم يتوقعها الكثيرون. المحافظة أو الأحياء داخل المحافظة تسعى لراحة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. هذه الخدمة هي أحياء ديليفري، وهي تعني انتقال فريق من موظفي الأحياء إلى المواطنين لتقديم الخدمة لهم. الخدمة تقدم في منازلهم، في محل عملهم، أينما وجدوا. تفاصيل كثيرة حول هذه الفكرة وكيفية تطبيقها نتعرف عليها من ضيفي في الجزء الأول في حلقة الليلة بعد قليل. في الجزء الحواري الثاني من حلقة الليلة أيضا نتطرق لواحد من الموضوعات المهمة المثارة في الشارع المصري في هذه الفترة. نتحدث حول التعديلات الدستورية، خاصة المادة التي تدعو لتمكين وتمثيل الشباب والأقباط والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج. هكذا جاءت نص المادة المعدلة في بنود التعديلات الدستورية الجديدة، تهدف لزيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ لمبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني بتمثيل عادل لجميع الفئات. تفاصيل كثيرة حول هذا المحور في التعديلات الدستورية إن شاء الله نناقشها مع ضيوفنا في فقرة خاصة جدا في حلقة الليلة. لكن دعونا نبدأ كالمعتاد بجولة الأخبار أو فقرة الأخبار، الفقرة الثابتة دائما، نبدأها بهذه القراءة السريعة لأهم وآخر عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يستعرض مع ميركل عددا من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا. المفتي: المشاركة في الاستفتاء واجب وطني وديني حتى نعطي صورة ناصعة لمصر. رئيس النواب: التصويت النهائي على التعديلات الدستورية غدا. رئيس الحكومة: مشروعات السيسي وفرت 4 ملايين فرصة عمل جديدة. وزيرة الصحة: فحصنا 48.4 مليون مواطن ب100 مليون صحة منذ انطلاقها. مصر تتسلم رئاسة الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية للاتحاد الإفريقي. كراسات شروط الإعلان 11 بالإسكان الاجتماعي في مكاتب البريد. السكة الحديد تجري تحليل مخدرات ل1000 عامل وحالة إيجابية واحدة. أهلا بكم مجددا، نستكمل معكم جولة الأخبار وهذه القراءة لبعض الأخبار بشيء من التفصيل. نبدأ أخبارنا بمتابعة جانب من نشاطات السيد رئيس الجمهورية وتحديدا من محور روض الفرج مرة أخرى، هذه المرة مع تفاصيل كاملة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموقع بناء واحد من أكبر المشروعات في مصر والذي يستعد لدخول موسوعة جينيس العالمية. نتابع تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. معكم نستكمل بقية جولة الأخبار. البشرية فقدت جزءا من إنسانيتها، هكذا وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي حريق البرج التاريخي بكنيسة نوتردام. الرئيس أعلن عن تضامنه وتضامن الشعب المصري مع فرنسا، وكتب على حسابه بموقع تويتر: تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخي بكنيسة نوتردام، فقدان ذلك الأثر الإنساني العظيم خسارة فادحة لكل البشرية. إلى بقية الأخبار التي تتابع جانبا من تطورات الشأن المصري، تحديدا إلى وزارة النقل، حيث أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية مسائية بمحطة مصر برمسيس، وزار الشبابيك والأكشاك المخصصة للتذاكر وأعمال تجميل المحطة بما يليق بسكك حديد مصر كواحدة من أعرق منظومات السكك الحديدية في العالم. وأوضح وزير النقل خلال لقائه بالركاب أن الفترات القادمة ستشهد تحسنا أكبر في الخدمة المقدمة ليشعر المواطن بالتحسن الكبير في هذا المرفق الحيوي المهم بحلول يونيو عام 2020. من وزارة النقل إلى وزارة الإسكان، الوزارة نفت ما تردد عن طرح الوزارة ل 180 ألف وحدة سكنية بمساحات 120 متر مربع كاملة التشطيب بمقدم 14 ألف جنيه وقسط شهري 480 جنيه في 26 محافظة بمشروع الإسكان الاجتماعي، وهو ما أحدث بلبلة في أوساط حاجزي المشروع الراغبين في الحجز. طلبت الوزارة المواطنين بالحصول على المعلومات الخاصة بالمشروع من مصادرها الرسمية أو الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي. من أخبارنا أيضا من أخبار المحافظات في كفر الشيخ تحديدا، دكتور اسماعيل عبد الحميد طاه محافظ كفر الشيخ أعلن أنه يجري تجهيز معرض أهلا رمضان بأرض المعارض بمدينة كفر الشيخ، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أن المعروضات في معرض أهلا رمضان ستكون بأسعار تنافسية لتوفير جميع الاحتياجات للمواطنين. كما أكد المحافظ خلال جولاته أنه هناجر أقماح شباس الملح في دسوق بتعمل بطاقة تخزينية تصل إلى 2560 طن على مساحة تصل إلى 3600 متر مربع. أدعوكم الآن لمتابعة جزء من جولة محافظ كفر الشيخ. جولة محافظ كفر الشيخ الأخيرة، مثل هذه الجولات لطالما أكدنا عليها مرارا وتكرارا عبر هذه النافذة أنها مهمة جدا بالنسبة للمسؤولين للاقتراب من المواطن ومعرفة حقيقة وحجم المشاكل الموجودة، والأهم منها طبعا العمل على حل هذه المشكلات وإنجاز حلول سريعة تخفف من وطء وحدة هذه المشاكل على المواطن. نبقى قليلا في كفر الشيخ في لفتة إنسانية أيضا لمحافظ كفر الشيخ دكتور إسماعيل عبد الحميد طه. أثناء جولته توقف موكبه خلال هذه الجولة في قرى مركز دسوق ليستمع إلى سيدة ريفية، سيدة عيشة سيد أحمد طلبة، عندها 80 سنة وكان عندها بعض المشكلات طبعا استمع ليها، وبعض المشاكل ربما كانت متعلقة بمعاش تكافل وكرامة وبعض الأمور الأخرى يمكن يعني كلها مرتبطة بالأمور الحياتية وتوفير وظيفة ربما لحفيدتها حاصلة على ماجستير في القانون. سيب حضراتكم برضو تابعوا التفاصيل دي، ومرة تانية احنا بنثني على مثل هذه الجولات وبنطالب بكل مسؤول انه يقترب من حجم المشكلات على أرض الواقع على هذا النحو. زي ما تابعتوا أحلام الناس بسيطة جدا، والأجمل أنه المسؤولين زي ما قلت مرارا وتكرارا يجتهدوا في حلول هذه المشاكل. طبعا محافظة كفر الشيخ ربما كان لها نصيب كبير جدا في جولة الأخبار في حلقة الليلة، لكن خلوني هنا أؤكد أن احنا في جولة الأخبار اليومية في برنامج مع الناس إن شاء الله هنركز على نشاطات المحافظين على امتداد مصر كلها لنفرد مساحة لإلقاء الضوء على مثل هذه المجهودات التي تبذل طالما كان هناك مسؤول فعلا بيشتبك مع المشاكل الموجودة عنده على أرض الواقع ولا يكتفي متابعتها بس من سياق التقارير التي ترفع إليه. نستكمل معكم جولة الأخبار، نتجه هذه المرة إلى محافظة الإسكندرية. الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية أكد أن المديرية تبدأ في تدريب 150 إماما بدءا من اليوم الاثنين في إطار الاستعدادات لشهر رمضان الكريم. كما أن التدريب يأتي بناء على تعليمات وزارة الأوقاف تحت مظلة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتدريب الأئمة على الدروس التي سيتم إلقاؤها خلال شهر رمضان الكريم في أمور فقه الصيام وغير ذلك من الدروس المتعلقة بشهر رمضان الكريم وفضله العظيم. وزارة الداخلية شاركت الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم بجميع مديريات الأمن على امتداد الجمهورية. أدعوكم دلوقتي لمتابعة هذا التقرير الذي يلقي مزيد من الضوء حول هذا الموضوع. نصل معكم إلى ختام جولة الأخبار. هسيب حضراتكم دلوقتي مع فيلم وثائقي عدته وزارة الأوقاف عن مشروع صكوك الأضاحي لعام 2019. تفاصيل كثيرة نتابعها حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي، بعده نخرج إلى فاصل ثم أولى فقراتنا الحوارية. أهلا بكم من جديد. خدمة جديدة تقدمها محافظة القاهرة للمواطنين تحت عنوان أحياء ديليفري. هنا المواطن لا يذهب لمكتب موظف الحي لقضاء أي شأن من شؤون المرتبطة بالأحياء، بل العكس هو ما يحدث، موظف الحي يذهب للمواطن في محل عمله أو سكنه ليقدم له الخدمة التي يطلبها. ماذا عن هذه الفكرة وكيفية تنفيذها، وإذا كان هناك بعض الصعوبات التي تواجهها وإمكانية تطبيقها على جميع الأحياء على امتداد الجمهورية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نتعرف عليها من ضيفنا الكريم الذي نرحب به بداية سيادة اللواء هشام خشبة رئيس حي غرب القاهرة. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا يا فندم، سعداء بوجود حضرتك معنا، وأعتقد أن هذه الفكرة يعني ربما البعض في يعني أكثر خيالاته لم يكن ليتخيلها أو يتوقعها، أنه الحي هو الذي يذهب للمواطن حيثما كان. يا ريت في بداية حديثنا يعني توضح لنا الفكرة جت إزاي، هل فكرة حضرتك ولا جت الفكرة إزاي وتم مناقشتها بأية أبعاد؟ طيب، هي حضرتك الأول أنا بشكركم على الدعوة الكريمة لتوضيح يمكن فترة سابقة من التدريب لغاية ما بدأنا ننزل في الشارع. نعم. هي الأساس في الموضوع بالكامل إن احنا في وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية الإدارية كنا بننهج إن احنا إزاي نفصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة. فكانت الفكرة إن احنا نعمل مركز تكنولوجي يبقى منفصل عن الحي، بحيث ان المواطن ما يقدرش يوصل للموظف او الموظف ما يقدرش يوصل للمواطن. ومن شروط المركز ده انه كان يبقى في مكان منفصل عن الحي. طيب، في بعض الاحياء عندنا ما فيهاش الخاصيه دي او الامكانيه دي. طب هل النهارده مش هنقدر نطبق فيها النظام الحديث للميكنه والتكنولوجيا؟ فكرنا ان جميع الموظفين اللي موجودين في المركز بجميع الالات اللي موجوده في المركز ننقلها في اتوبيس ويتنقل في الاحياء بالكامل او في الحي بالكامل، يقدم الخدمه بتاعته اللي هي خدمه، مش هقول الدليفري، ولكن احنا بنبسط ونسهل الاجراءات للمواطن. دي كانت الفكره. من هنا كانت عباره عن مجموعه من الافكار ناتج فريق العمل بالكامل، إذا كانت وزارة التنمية المحلية أو التنمية الإدارية أو الوكالة المانحة، لغاية ما وصلنا إن احنا بلورنا الفكرة دي وبدأت الفكرة ننفذها أو نتدرب عليها. بقالنا حوالي سنة تقريبا وبدأنا التنفيذ العملي في شهر 2. يعني هي كده الخدمة دي بتشمل أحياء كل ما يتبع حي غرب القاهرة؟ ولا بعض المناطق ربما ما تكونش موجوده فيها؟ لا، هو حضرتك محافظه القاهره بتتكون من 38 حي. الخدمه دي اطلقها حي غرب القاهره كاول خدمه اطلقت في محافظه القاهره على مستوى تقريبا وزاره التنميه الاداريه. السؤال لحضرتك انه حي غرب القاهره كل ما يتبعه تشمله هذه الخدمه ولا في بعض المناطق ربما يصعب الوصول اليها؟ هو حضرتك احنا في البدايه هو حي غرب القاهره بيتكون من منطقه الزمالك، منطقه جاردن سيتي، منطقه وسط البلد. فاحنا النهارده بدانا نطبق التجربه دي في منطقه الزمالك، لكن مستقبلا ان شاء الله هنطبقها في الجاردن سيتي ووسط البلد. لكنها مش موجوده في اي حي من الاحياء الاخرى داخل القاهره؟ لا، لسه ما ارتبطش في حي القاهره. طيب، الباعث او الدافع للفكره دي كان فصل الخدمه أو طالب الخدمة عن مقدم الخدمة. تمام. اللي كانت برضو محل نقد على فترات كتيرة جدا لطبيعة عمل المحليات، ويمكن النقطة دي ممكن هنتكلم فيها مع حضرتك بشيء من التفصيل. تمام. لكن خلينا وأدعو حضرتك ومشاهدينا الكرام، احنا عملنا عملية معايشة لتقديم هذه الخدمة ورصدناها بالصوت والصورة في سياق التقرير التالي، فأدعو حضراتكم لمتابعته وبعد كده هنكمل كلامنا مع سيادة اللواء. لمعالجة مشكلات الأحياء التي ليس لها مراكز خدمة المواطنين أو تتواجد بأدوار عليا يصعب على كبار السن الوصول لها، مثل حي غرب القاهرة والويلي وطرة وغيرها، جاءت حملة ديليفري الأحياء أو خدمة الحي المتنقل لتوصيل الخدمات المختلفة للمواطن دون أن يتكلف وقت أو مجهود. الفكرة في الأول جت من فكرة سيادة اللواء رئيس حي غرب القاهرة اللي هو هشام خشبة. اول ما مسك الحي جديد هو اللي اقترح الفكره دي، وقال بما ان حي غرب القاهره مفيش فيه مكان متوفر لمركز تكنولوجي ثابت، فقال طب ايه المشكله ان احنا يبقى المركز بتاعنا متنقل. جت ناس دربتنا الاول على البرنامج، ازاي هيشتغل على الاجهزه، ازاي المعلومات هتخش، اشغالات، اعلانات، محلات. بعد كده ابتدى خلاص دخلنا بياناتنا وتاكدنا ان كله تمام، ابتدينا نختار معاملات معينه هي اللي هننزل بيها الشارع ولتكن خدمات التجديد. تجربه الحي المتنقل نجحت خلال تطبيق مرحلتها الاولى بحي غرب القاهره في تقديم اكثر الخدمات المحليه، وهي 3 خدمات: المحال والإعلانات والإشغالات. بنعدي على الناس وبنقول لهم احنا جهزوا الورق بتاعكم، لو عند حد الورق موجود اوريدي فاحنا بنكمل معاه، ما كانش كده احنا بنقول له جهز واحنا هنعدي عليك. كل سنة المفروض ان هو بيترخص المحل بتاعهم، من إعلانات إشغالات محلات. موظف الحي هنا ينتقل بالتابلت للمحل المراد إنهاء أوراق ترخيصه مما ييسر سهولة عمله، والمواطن يتسلم رخصة محله في الحال بمجرد تسديد الرسوم. لأن أنا لما برجع أروح أرخص ولا حاجة بسيب هنا المحل مثلا يعني 5-6 ساعات، فدي بتوقف حالي هنا. إنما ما ألاقي حد جاي جاهز وخلاص وبخلص تراخيصي وبتاع وبمضي على اللي هو عايزه، ده حاجة حلوة لينا كلنا. هي حاجة كويسة جدا، وفرت وقت عليا. اللي كنت بديله الورق عشان اروح اجدده كان بياخد فلوس، كان هناك طبعا عشان يخلص الورق ده عطلة وانت عارف بقى عطلة الأحياء والروتين وكده. كون إن ينزلوا يشوفوا الورق هنا ويجددوه يا ريت تتم في كل المصالح الحكومية. بتوفر وقت، بتوفر روتين ملوش لازمة، بتوفر إن أنا مش عايز أسيب شغلي في وقت معين أو أحتك إني موظف مثلا يبقى استغلالي أو حاجة، لا ده الحاجة خدمة جت لحد عندي تمنها كذا بدفع. بتسهل حاجات كتير، بتخلي الموضوع فيه شفافيه اكتر فعلا، عشان ما يروحش عليك ميعاد رخصه او ميعاد حاجه فهم يجوا يودوك لحد عندك. انا شايف ان البلد بتتطور الصراحه، ودي حاجه كويسه جدا جدا. فكره ديليفري الاحياء هدفها انجاز اوراق تراخيص المحال والاعلانات للمواطن في اسهل صوره. طبعا اعتقد انها فكره رائعه جدا سياده اللواء، وربما فهمنا من التقرير ان الراعيه فقط محدوده من الخدمات بتقدم. ده ليه؟ هل لصعوبة انه كل الخدمات تشملها الخدمة؟ لا، زي ما بقول لحضرتك احنا بنعمل تجربة الأول، فاحنا بدأنا في مجموعة من الخدمات اللي هي بتكثر الطلب عليها من المواطنين. بدأنا في تجديد المحلات طبعا عشان منطقة تجارية في الزمالك، بدأنا في تجديد الإعلانات اللي هي على الإعلانات على المحلات، بدأنا في تجديد الإشغالات أو البروز، فدي يمكن من أكتر الخدمات اللي المواطن بيطلبها فقلنا نبدأ بيها الأول. تمام. الكوادر اللي هي بتتعامل مع المواطن أو صاحب الخدمة برضو تم إعدادها بشكل خاص، ولا دول موظفين فعلا موجودين في الأحياء وإن كان ملامحهم بتوحي إن هم مجموعة من الشباب ربما حديث التخرج ربما؟ طيب هم طبعا انا يا مجموعه العمل انا عايز اوجه لها من عند حضرتك هنا كل الشكر. هم كانوا العون ليا في نجاح هذه التجربه. نعم. هم مجموعه من الموظفين في الحي. تمام. اتبعنا فيها نهج الدوله، الشباب، السيدات، يعني يمكن زي ما حضرتك شايف كده هم مجموعة عمل 90% منهم من السيدات. المجموعة دي اخترناها طبعا يبقى ليها خلفية بنظام الكمبيوتر، لأن كان الأساس إن أنا كل الملفات الورقية اللي عندي لازم أعملها إدخال على الكمبيوتر علشان أغذي بيها الكمبيوتر، وثم بعد كده تبقى في عندي وسيلة ربط مع المجموعة الخارجية عن طريق التابلت اللي حضرتك شفته في الفقرة اللي فاتت. يبدأ يربط ما بين التابلت للمجموعة الخارجية مع الإدارة الخلفية بحيث أن يبقى فيه ربط شايف قدامه الملف بالكامل على التابلت. مين اللي قام بالخطوة دي؟ هل طلبت خدمة وزارة الاتصالات مثلا تكنولوجيا المعلومات؟ اللي قام بالخدمة دي الوكالة المانحة عن طريق مجموعة من الشركات بدأت تعد لنا النظام العمل لإنهاء المجموعة دي. تمام. الأول احنا بدأنا بمرحلة تدريب، ازاي يدخل المعلومات، ازاي ارشفها، ازاي يسترجعها تاني، ازاي يدخل المعلومات بدون خطأ، لان اي خطأ في اي رقم او نقطة في حرف بتجيب رخصة تانية خالص. تمام. فخدنا وقت كبير جدا في التدريب لغاية ما انهينا التدريب بالكامل الحمد لله، وبدأنا نعمل تجارب قبل ما ننزل على الواقع، عشان برضو انا النهارده لما انزل على الواقع ويبقى في حاجه قدامي مش مظبوطه المواطن مش هيحس بثقه مع التعامل، فلازم كان اول ما انزل يبقى في تدريب كامل ما يبقاش في اخطاء موجوده في مجموعه عمل بالكامل. عظيم. والحمد لله دي نجحت الحمد لله. الكوادر زي حضرتك قلت انه تم اعدادها بشكل خاص او تم خضوعها لفتره تدريب للتعامل مع السيستم او النظام الجديد. تمام كده. تم اختيارهم برضو من العاملين في الاحياء من نفس الموظفين؟ بالظبط كده، من نفس الموظفين موجودين في الاحياء. كل مجموعه العمل من نفس موظفين الحي. طب حضرتك هنا الفكره الاساسيه اللي جت منها فكره احياء ديليفري كانت فكره فصل طالب الخدمه عن مقدم الخدمه. تمام. لكن هنا برضو مقدم الخدمه بيتعامل مباشره مع الجمهور. هل الفكره اتفرغت من مضمونها؟ انه رجعنا تاني نفس المعنى انه في موظف بيتعامل مع الجمهور؟ لا، هي ما الفكرة مضمونها إن المواطن ما يتقابلش مع موظف الإدارة الخلفية، موظف مثلا الاعلانات، موظف الاشغالات، المجموعه اللي حضرتك شفتها دي طقم عمل ملوش علاقه خالص بالادارات الخلفيه. هم اشبه بالمسؤولين عن ادخال البيانات ممكن؟ بالظبط، هي هم مجموعه للتواصل ما بين المواطن وما بين الاداره الخلفيه، لكن هم ما لهمش دعوه خالص بالاداره ولا ليهم دعوه بشغل الاداره خالص. تمام. هو بياخد من المواطن، يبدا يعمل ادخال في التابلت بتاعه اللي بيظهر عند الاداره الخلفيه في الكمبيوتر. فبيبقى في عملية التواصل ما بين الجهازين الخارجي والداخلي، ثم في النهاية بننتهي إلى تجديد الترخيص. الفكرة كان الدافع عليها عدم وجود مكان لمركز تقديم الخدمة، فحد ممكن يعني من اللحظة الأولى يعني يقول معقول مش قادرين توفروا مكان؟ المسألة صعبة إن أنت توجد مكان للمركز تنشئه لتقديم الخدمة. هو يعني مش موضوع ان انا مش قادر اوفر مكان، ولكن انا النهاردة زي ما قلت لحضرتك، انا البداية المشروع كان اسمه تبسيط الاجراءات للمواطن، فانا عشان التبسيط بحاول اوصل له لاقرب مكان هو متواجد فيه. انما المكان ممكن يتوفر، بس انا النهارده لو حسبتها كعمليه ماديه، النهارده عشان اوفر مكان انا عايز اعمل مبنى وعايز اجهزه. طب انا النهارده معايا معده بتحرك بيها في الحي بالكامل، تمام، تقدر توفر لي وقت، تقدر توفر لي امكانيات كتيره جدا، تقدر توفر لي موظفين، ان انا في موظفين كتير جدا قاعدين على الشبابيك الاماميه، انا عندي مجموعه عمل هي اللي بتتنقل. تمام. طيب انا استاذن حضرتك في الخروج لفاصل قصير، ثم بعض الاسئله الاخرى حول هذه الفكره نتعرف عليها من حضرتك بعد قليل. فاصل مشاهدينا ونعود اليكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد، والحديث يتواصل مع حضراتكم حول هذه الفكرة الرائعة، توصيل الخدمات التي تقدمها الأحياء على اختلافها للمواطن حيثما كان، سواء في محل سكنه أو في محله التجاري أو أينما كان. وجدد التحية بضيفي الكريم صاحب الفكرة سيادة اللواء هشام خشبة، رئيس حي غرب القاهرة، هذا الحي الذي بدأ بالفعل أن يشهد تطبيق هذه التجربة. أهلا بكم مجددا سيادة اللواء. في الجزء الأول تعرفنا على الفكرة وملامحها وإمكانية تطبيقها، وطبعا أيضا جانب من تنفيذها على أرض الواقع، لكن بعض الأسئلة التي ربما تثار في ذهن من يشاهدنا الآن، إيه الضمانات أنه محدش يستغل الفكرة دي ويدعي مثلا أنه مقدم الخدمة وتكون مجال لاستغلال الناس بشكل أو بآخر؟ طيب احنا في البدايه حبينا نعرف، اولا عملنا لها ناحيه اعلاميه، عندنا في صفحه لينا كحي على الفيسبوك، بدانا نقول ان هينزل مجموعه عمل هتبقى متوليه تجديد الاعلانات اللي هي الخدمات اللي احنا بنقدمها، وقلنا الناس اللي هتنزل هيبقى معاها اي دي مكتوب فيه اسمه، مكتوب فيه رقم القومي بتاعه، مكتوب فيه الوظيفه بتاعته، موجود معاه الكاب بتاعه، في رقم تليفون اعلنا عنه، بحيث ان لو اي حد تشكك في اي حد موجود بيرجع بيتصل بينا في الحي بيقول انا قدامي فلان الفلاني، هل ده من مقدم لخدمه او الكلام ده كله. بدانا نطلع عربيه من الحي اللي هي العربيه السوزوكي الفان دي، وهي طبعا عليها نمر الحكومه، يعني في ضوابط او في عوامل امان كتير جدا ممكن المواطن يقدر من خلالها ان هو يتحسس ان دول مجموعه من المسؤولين فعلا، يعني المسؤولين في الحي. ولعله الاهم فكره وجود الخط الساخن ده للتاكد من حقيقه مقدم الخدمه، بالزبط. يعني اي حد بيشك في اللي قدامه ممكن يتصل بحضراتكم ويقول له انا معايا فلان الفلاني برقم هويه كذا كذا، ده فعلا موجود ولا لا، وبالتالي بيتم التاكيد. بالظبط، وده حصل في انتوا بتتقبلوا المساله دي بصدر رحب، يعني طبعا مفيش مشاكل فيها طبعا. يعني حصل مرتين او ثلاثه واتصلوا بينا وقلنا لهم اللي موجود عندك دلوقتي اسمه فلان الفلاني، يعني بدانا نعرفه بالشخصيه اللي قدامه لغايه ما اقتنع وبدا يطلع الورق بتاعه والخدمه اتقدمت له بالكامل. اقتنع اكتر لما لقى رخصه العرض. عظيم. طيب انا ربما في بدايه الحلقه المقدمه الاوليه اشرت لانه هذه الخدمه مقدمه لذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن، لكن احنا تابعنا في التقرير انه واضح انه الخدمه مقدمه لكل الناس. هل هي الخدمه مقدمه لكل الناس، ولكن اللي كان بيتكلم كان بيقول اساسا المراكز التكنولوجيه من اهم اسباب انشائها تقدم الخدمه لذوي الاحتياجات الخاصه، ان بعض الادارات بتبقى موجوده في الادوار العليا ما بيقدرش يطلع لها، فكنت من الاساسيات ان المركز التكنولوجي يبقى موجود في الدور الارضي. فعشان كده احنا بنقول احنا بنسهل الاجراءات للمواطنين وبالتالي طبعا ذوي الاحتياجات. التجربه حضرتك اوضحت انها موجوده دلوقتي في حي الزمالك فقط لا غير؟ في حي غرب القاهره طبقناها في منطقه الزمالك. في منطقه الزمالك معذره، منطقه الزمالك طبعا تبع حي غرب القاهره. لكن هل تطبيقها في حي الزمالك او في الزمالك كافي ان احنا نعرف سلبياتها وايجابياتها بحيث ان احنا نبدا ناخد خطوه ان احنا نبدا نعممها على الحي ثم بقيه احياء القاهره ثم بعد ذلك نخرج لكل مصر، ولا صعب او شايفها ازاي التجربه في بدايتها لحد دلوقتي؟ انا اعتقد انها كتجربه اولى في منطقه الزمالك. منطقه الزمالك فيها مناطق تجاريه كتيره جدا اللي هي في الخدمات اللي احنا كنا بنقدمها للمواطنين. فالتجربه انا شايف انها في خلال الشهرين دول الحمد لله حققنا فيها نجاح كبير جدا. خلي بال حضرتك انه حي زمالك برضه حي راقي، فربما برضو انتوا بحاجه يعني تجربتها في بعض الاحياء ربما الشعبيه مع كامل احترامنا لكل الناس يعني، لكن ربما سلوك الناس بيختلف من منطقه لمنطقه يعني. انا مع حضرتك، ويمكن بالصدفه حي غرب القاهره في المنطقتين، عندنا منطقه الزمالك ومنطقه جاردن سيتي، وعندنا منطقه وسط البلد اللي هي فيها شامبليون، فيها معروف، فتقريبا فيها كل شرائح المجتمع موجوده فيها. بالظبط بالظبط كده. هي المرحله الثانيه ان شاء الله هنطبق في منطقه وسط البلد لان هي كلها منطقه تجاريه، منطقه شامبليون، منطقه عبد الخالق ثروت، طلعت حرب، كلها منطقه تجاريه. هل متلقي الخدمه هنا هيفرق سياده اللواء؟ يعني تفتكر انه هيفرق في نجاح التجربه من عدمها؟ وعيه، اسلوب حديثه مع مقدم الخدمه، ثقافته ربما، ولا الامور دي كلها مش مرتبطه بسهوله تقديم الخدمه وسير العمل فيها يعني؟ هو زي ما حضرتك بتقول مجرد ما بيلاقي سهوله وتيسير في الخدمه بيستحسن الخدمه، وبدل ما كان بيضيع له يوم او يومين بيلاقي ان الخدمه بتيجي لغايه عنده وبتقدم عنده في خلال نص ساعة. زي ما سيادتك شفت كده حضرتك طقم العمل يعني كلهم ناس شباب، يعني ما فيش حد يعني يوحي ان يعني انه مش اتم في المعاملة. بالظبط يعني بالظبط كده بالظبط بالظبط كده. طيب هنا لازم برضو معرفش الوقت مبكر لتقييم التجربة ولا لا، بس اذا كان في مشاكل واجهتكم يعني. هو احنا كل اسبوع بنعمل تقييم للتجربه بتاعتنا، انهينا كام معامله، ودلوقتي بنعمل حاجه زي استقصاء راي للمواطن. هو واضح من التقارير اللي احنا شفناها الناس مبسوطه جدا وبترحب بيها بشكل رائع يعني. بالظبط بالظبط. هي بتقلل له من الوقت كتير جدا، بتقلل له من التعامل مع موظف الحي كتير جدا يعني. واحنا بنقدم الخدمه كمان بدون رسوم، هي الرسوم المفروض على التجديد فقط، لكن الخدمه ان احنا نوصل لغايه عنده ملهاش رسوم الى الان. فاعتقد ان هو بيستحسن الفكره فيه، ما بيقفلش المحل بتاعه، احنا بنجيله لغايه عنده، ما بيضيعش الوقت بتاعه، يعني اقل مصاريف بيصرفها احنا اللي بنجيله. فاعتقد انها يعني الى الان هي حققت نجاح. لكن ما فيش صعوبات بعيد عن فكره التعامل مع الناس، ما فيش صعوبات حضرتك انت شايفها بنظره بانوراميه اشمل على التجربه؟ بمعنى ايه؟ هل حضرتك محتاج مزيد من الدعم المادي؟ لان الناس اللي بتنزل دي اكيد محتاجه دعم لوجستي، مصاريف، ربما مرتبات، بعض الامور اللي بتتطلب وجودهم. هل بينزل معهم مثلا شكل من اشكال الحمايه او عناصر امن مثلا؟ يعني انا بحاول افتح افكار مع حضرتك في السياق ده. هو يمكن في منطقه الزمالك انا مش محتاج قوي منطقه امن زي ما حضرتك كنت بتقول برضه، لان طبعا الوعي احسن شويه في منطقه الزمالك، مفيش امن بينزل معاهم، ولكن احنا كحافز ليهم بيبقى في عندنا بعض من المشاريع اللي موجوده عندنا في الاحياء، فبنحفز الناس دي ان الطبيعي ان اللي بينزل في الشارع بيأدي المهمه دي لازم يبقى يلاقي الحافز بتاعه، والا مفيش فرق بينه وبين الموظف التاني، فلازم انا احفزه عشان انجح التجربه. طيب حضرتك اشرت انه حوالي 90% او 80% من مقدمي الخدمه من السيدات او البنات. بالظبط. ده متعمد طبعا من غير ما تكون نظره عنصريه ضد الرجاله يعني. مش عارف اقول لحضرتك ايه. لا بس هي الواقع دلوقتي عندنا ان 90% من الاحياء سيدات بالكامل. لا هو ربما يكون ده برضه اختيار موفق، انه البنت او السيده عندها القدره في التواصل بشكل افضل مع الناس، ربما يعني وجودها يكون ألطف بشكل او باخر بيبقى بالها اطول شويه، هتعرف تاخد الفلوس بشكل كويس بالزبط. يعني بالظبط من العميل او طالب الخدمه بالزبط. لكن المجال مفتوح برضو للشباب، انتوا حضراتكم يعني المساله مش فكره رفض مسبق للشباب يعني، لا 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 المجال مفتوح للشباب. وفي عندنا موجود معانا مجموعه من الشباب ومجموعه من الشابات، بس ممكن يكون طقم العمل اللي نزل اللي واحنا بنصور ما كانش فيه الشباب، لكن هم كلهم من الشباب والشبات اللي موجودين في الحقيقه. حضرتك مش محتاج فرص عمل جديده او أكيد يعني أكيد محتاج ولا مش محتاج؟ لا اكيد محتاج، لان زي ما بقول لحضرتك انا بكون اطقم دلوقتي يعني انا الطقم ده لا يمكن هيبقى طقم واحد على مستوى الحي. انا حضرتك قلت جمله كده في سياق كلامك سريعه، قلت ان انت عندك كوادر قاعده في الاحياء ما تشتغلش او يعني موجوده بكثافه ممكن يتم استغلالها. لا مش المقصود كده، المقصود ان انا بحفز الناس اللي نازله بره دي، والا هيبقى لو من غير حافز طب ما انا موجود جوه اشتغل الشغل الروتيني بتاعي جوه الحي. لكن انا النهارده بشتغل شغل يعني المجموعه دي ليها شغلها الروتيني داخل الحي بجانب العمل اللي هو بيقوم بيه، يعني هو ما هواش مخصص لمجموعه عمل دي فقط. لا يعني زي ما حضرتك شفت كده هنا في مستشار اعلامي، هنا في مستقبل خدمه، يعني ليهم اعمال تانية بجانب طقم العمل اللي هم بيقوموا بيه بره. فمتوقع ان شاء الله التجربه لو تم تعميمها على عموم مصر او حتى على القاهره فقط، انها يعني توفر فرص عمل لحديث التخرج، خصوصا خريجي الدراسات المرتبطه بتكنولوجيا المعلومات او كليات الهندسه المرتبطه بالسياق ده. اكيد اكيد طبعا اكيد طبعا، انا لازم اكون فرق عمل كثيره جدا او مجموعات عمل كثيره، ان هو مش هينزل كل يوم، لازم تبقى في فرقه بتبدل فرقه ثانيه او فرقه في مربع، فرقه في مربع، عندي مجموعه من المجاميع. السيستم او المنظومه طبعا محميه اللي هو من الاختراق او قاعدة البنات اللي فيها طبعا اكيد بالظبط كده. هو التقسيمه بتاعت المجموعه بيبقى فيها مستقبل البيانات، بيبقى فيها مشرف للنظام، المشرف ده هو الوحيد اللي من حقه ان هو يخش يعدل اي بيانات، انما كل من بيشتغل في المنظومه ملوش حق ان هو يعدل البيانات بعد ما ادخلناها في البدايه من الادارات الخلفيه. بيكون في مستوى اعلى تاني من المهندسين او المسؤولين عن حفظ المعلومات دي بالظبط كده، وفي قائد لكل مجموعه هو اللي بيقود المجموعه. طيب تفتكر حضرتك امتى بقى الخدمه دي هتشمل كل الخدمات اللي بتقدمها الاحياء يعني، ولا لسه المساله بدري قوي ان احنا نطالب بده؟ يعني مساله اجراء تراخيص البناء الى اخر كل ما تقدمه الاحياء من خدمات. هو حضرتك احنا الموضوع مش بدري، ولكن هو بيعتمد على ادخال الكم المتراكم عندنا، زي ما قلت لحضرتك ان انا كل اللي كان موجود ده عباره عن مستندات ورقيه. طبعا المستندات الورقيه دي بتبقى من سنه 60 سنه 80 اللي هي العقارات اللي موجوده عندنا، فبالتالي انا اي معامله موجوده في الملفات بتاعتي لازم اعمل لها ادخال. هو ده اللي بياخد وقت طويل شويه لغايه ما انتهي من الملف بتاعي وارشفه واعمل له ادخال. لكن ما فيش سقف زمني حضرتك حاطه انه في سنه كذا او في توقيت كذا هتبدا كل الخدمه او الخدمه اللي بقدمها تشمل كل خدمات الاحياء؟ كحي عندي ان شاء الله في نهايه السنه دي باذن الله نبقى انهينا ادخال المعلومات بتاعتنا بالكامل ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لحضرتك. واخيرا يعني سؤال ارجو ان اتسع صدر حضرتك ليه الاحياء لطالما انتقدت في مساله الفساد او يعني الفساد منتشر فيها، واكيد حضرتك تابعت ده على امتداد سنوات سابقه. تفتكر الفكره ده تقطع الطريق على اي ملمح ملامح الفساد؟ هو الفساد متغلغل في القطاعات بالكامل، ومش عايز اقول ان الفساد من الموظف والمواطن. معلش انا النهارده اللي بيشجع الموظف على اي اسلوب هو المواطن رقم واحد. النهارده المواطن لو قدر يمنع نفسه ان هو يحاول يخلص نفسه زي ما هو بيقول، الموظف مش هيطلب منه. والنهارده لو فرضنا ان الموظف طلب منه في مستوى اعلى، هتعالى اشتكي وقدم الشكوى بتاعتك هجيب لك حقك، تمسك بحقك وخد حقك بشكل قانوني يعني. بالظبط كده بالظبط كده. لكن انا النهارده انا اللي بقى يعني ايه البدايه من عندي انا، فيعني من الجنبين. فهي برضو يعني توعيه مجتمعيه، ثقافه مجتمعيه، وان شاء الله يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء، وان كنت انت حتى رفضت في سياق حوارنا ان انت تقول ان انت صاحب الفكره، يعني انت على استحياء لم تذكرها مباشره، وان كان احد ضيوفنا في التقرير اشار للمعنى ده. فكل التوفيق نتمناه ليك ومزيد من افكار النجاح، واحنا ان شاء الله برضو مع حضرتك يعني هنتابع تطور الفكره دي الى ان تعمم باذن الله في الحي كاملا. عند حضرتك سياده اللواء هشام خشبة، رئيس حي غرب القاهره، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. نخرج الآن إلى فاصل مشاهدينا، وبعد الفاصل فقرة حوارية أخرى تتحدث عن ملمح من ملامح التعديلات الدستورية المرتقبة. ابقوا دائما معنا. أهلا بكم من جديد. تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلا ملائما. هكذا جاء نص المادة المعدلة في بنود التعديلات الدستورية الجديدة في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع، بما يرسخ مبدأ المواطنة وأيضا يقوي النسيج الوطني بتمثيل عادل لجميع الفئات. هذا التعديل جاء ليرسخ مبادئ المواطنة كما أوضحنا، والتمييز الإيجابي وتوسيع المشاركة السياسية. في هذا الملمح من ملامح التعديلات الدستورية كان لابد لنا من وقفة أكثر تفصيلا مع أسئلة كثيرة جدا مرتبطة بهذا المحور المهم نطرحها على ضيفينا الكريمين اللذين نرحب بهما. بداية أرحب بسيادة النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب. أهلا بك سيادة النائب. أهلا بك. ورحب أيضا بضيفنا الكريم سعادة المستشار عبد الفتاح نصار المحامي بالنقد مساعد رئيس حزب مصر الثورة. أهلا بك سعادة المستشار. أهلا بك. أبدأ معك سيادة النائب، هذا المحور من محاور التعديلات المرتقبة كيف يمكن قراءته أو التوقف أمام بعض الدلالات المهمة فيه؟ باختصار ده من أهم المواد التعديل الدستوري بيشملها. نعم. الموضوع اكبر من ماده، مجرد ماده بنتكلم عليها. ده تمثيل شعبي مهم جدا لفئات كانت محرومه تماما من الممارسه السياسيه ومن عمل السياسي ومن حد كمان يمثلهم وينطق باسمهم. خصوصا ان الانتخابات المعتاده، القانون الفردي للانتخابات يعني، ده بيخلي الممارسه ما بين الاقوى شعبيا، الاقوى بالتعصب والاهل والقرى والمساحه الجغرافيه. الكلام ده كان بيحرم ناس كتيره جدا من الناس اللي قلنا عليهم دول، زي ذوي الاعاقه، الاحتياجات الخاصه عفوا، زي هو القانون بس قال اعاقه فانا عشان كده بقولها بنفس النص الدستوري، زي العمال والفلاحين. طبعا التمثيل في الفردي بعد ما اتحرر القانون من ان هو يقيد اختيار الناس في ان هو لازم ياخد عمال وفلاحين في اختياره وفئات، الامر بقى مفتوح. كمان الشباب، كمان الاقباط، اخواتنا الاقباط، المسيحيين، كمان المصريين بالخارج، عشان ازاي اجيبهم من بره وانمي عنده فكره الانتماء وان انت مصري حتى وانت في خارج دولتك، احنا شايلين مكانك هنا وانت مكانك باقي. كل الكلام ده الدستور لمه في هذه المادة البسيطة في نصها العميقة جدا في معناها. الأمر ده كمان في حاجة مهمة قوي، إن أنت تدي مساحة طبعا للناس دي إنها تتمثل ويكون لهم دور في البرلمان. بمعنى هنا سريعا وإن شاء الله هرجع لحضرتك تفصيلا عشان بس سيادة المستشار يشاركنا الحديث المبدئي. تمام. بمعنى إنه المادة هنا أو تعديل المادة بينص على تحديد نسب أو كوتا محددة لهذه الطوائف أو هذه الشرائح؟ لا، هو تركها للقانون وقال لك تمثيل ملائم. تمثيل ملائم لأن القانون اللي هيحدد هذا التمثيل، إذا كان القانون هيبقى قايمة أو فردي، إذا كان القانون، وإن كان طبعا هذا الدستور بالتعديل ده إنه يتم تعيينهم مثلا من رئيس الجمهورية، يجوز هذا برضو الأمر اللي هو ممكن يطرحها. ما هو تركها للقانون وقال لك تمثيل ملائم، لكن الأمر فيه قبل ما حضرتك تمر يعني الدستور يلزم الكيان التشكيلي لهذا البرلمان، سواء إذا كان في النواب أو الشورى، إنه يمثل هذه الطوائف وإلا خالف الدستور. طيب بالظبط. برضه بداية سيادة المستشار، رأيك في هذه التعديلات المقترحة، وإذا كان بعض النقاط المهمة حضرتك حابب تلفت النظر ليها وأنت تقرأ تعديل هذا المحور أو هذا الجزء المهم من التعديلات الدستورية؟ نقدر نقول في البداية إن النسيج الوطني لا يتجزأ في مصر، فلما التعديل يجي بطلب تمثيل ملائم، احنا عارفين ان الانتخابات على مر سنوات طويلة كان بيتحكم فيها داخل مصر العصبية، القبلية، المال، الكفاءة المالية للمرشحين، فكان بيحرم عدد كبير من الشباب من فكرة ان هو يقدر ينافس في ظل وجود المال في الانتخابات. بيحرم عدد كبير من ذوي الاعاقه في ان هم يقدروا ان هم ينافسوا. الاخوه الاقباط اللي هو النسيج الاساسي في المجتمع والشركاء الأساسيين في المجتمع برضو بيبقى لهم الحق ان هم يبقى لهم ممثلين بكل المشكلات اللي بتكون مطروحة عندهم. المصريين بالخارج دايما بنلاقي ان هم لهم مشكلات كتير مطلوب ان هي يتم طرحها على الجهات التشريعية والجهات التنفيذية، فمن حقهم يكون عندهم ممثلين. والتمثيل، كلمة التمثيل الملائم هنا هوت متروكة للشكل اللي هيتم من خلال القانون المكمل للمادة الدستورية. المادة الدستورية هو اللي هيحدد ايه الشكل اللي بالظبط، لأن هيتم طبعا تعديلات دستورية، تعديلات في القانون بعد إقرار التعديلات الدستورية تبدأ تحدد الشكل والملمح عن كيفية الملائمة. طب برضو إلى نصل عن كيفية الملائمة برضو هسمع رأي حضرتك فيها ورأي سيادة النائب. هل لو طبقنا نظام الانتخاب بالقايمة هنبقى مش بحاجة لهذا التعديل؟ أو بمعنى آخر، هل الانتخاب بالقايمة ممكن يدي فرصة لهذه الشرائح أنها تتواجد بقوة؟ ربما النظام الفردي المسألة فيه واضحة بقسوة، إنه كل من هو لا يمتلك الأدوات اللي حضرتك أشرت إليها وسيادة النائب، فكرة القوة المالية أو التواجد الشعبي أو القبائلي أو العشائري ربما لا يستطيع المنافسة بشكل قوي. هل نظام القايمة ممكن يعني يدي فرصة أكبر لهذه الفئات أنها تتواجد ولو حتى بقدر، فبالتالي نصبح غير محتاجين لهذا التعديل؟ بالتأكيد التعديل الخاص بالتمثيل هيكون مرتبط بنظام القائمة والفردي، وأصبح حاليا حسب الدستور أيضا الأخذ بنظام القائمة أو الفردي أو كلاهما معا. فدي بقت متروكة ومفتوحة في داخل الدستور نفسه، فيقدر النهاردة لو قدامي قايمة هتبقى برضو ملتزمة بالتمثيل الملائم. لو نزول في الفردي هيكون حتى فكرة النجاح، لأن كل المجموعة من الدوائر هيكون لها شكل معين علشان يكون برضو موجود التمثيل الملائم لكل الفئات اللي مطروحة في المادة دي. طب النقطة دي ربما حضرتك يعني تكون أكثر خبرة فيها يا سيادة النائب، يعني هل لو طبقنا نظام القايمة أو حتى القايمة النسبية يعني نصبح بغير حاجة لمثل هذه التعديلات، أنه هيتيح فرصة لهذه الفئات أو هذه الشرائح أنها تتواجد بقوة، وهو الهدف المنشود؟ الهدف من تعديل المادة ديت هو التمثيل الملائم لهذه الفئات بمفهوم الشباب طبعا والناس اللي حضرتك قلت عليهم. علشان المشاهد يتابعني كمان، احنا يستحيل في الفردي فقط ان انت تحقق هذا المنشود من الدستور او من الماده الدستوريه دي، لان اذا انت عملت انتخابات فردي مطلقه خلاص اللي الشارع بيختاره، يجي عمال يجي فلاحين يجي شباب، خلاص انت ما تقدرش القانون يلزم المواطن ينتخب مين. ولكن عشان تحقق او تلزم القانون او القائمين على التشريع القانوني في الانتخابات دي ان هو يحافظ على الاستحقاق الدستوري لهؤلاء الاشخاص الذي نص عليهم ان يفرضوا بنسب ملائمه، وطبعا غير المراه اللي هي بنسبه على الاقل الربع. احنا خلينا نتكلم في نسب الملائمه دي الاول. لا يمكن يحصل قانون الا اما قايمه مطلقه او قايمه وفردي الاثنين معا، واعتقد ان هو ده اللي هيبقى يعني الاسهل، ان هو يدي الفرصه للراجل اللي له شعبيه، وفي نفس الوقت يدي الفرصه للفئات ديت ان هو يمثلها ويخليها تمارس الحياه السياسيه وتنطق وتعبر عن مشاكل الاشخاص اللي هم منهم. يعني لو اقررنا ده كنظام ثابت للانتخابات يبقى مش محتاجين ان احنا نقر النسب لهذه الشرائح؟ برضه اوضح لسيادتك تاني، معلش انا عايز اسمعها. يعني الاقرار الدستوري الاقرار الاستحقاق الدستوري يلزم القانون، لان حتى الدستور قال ايه؟ ان هو يكون نظام الانتخابات بهذا الشكل اللي حضرتك اشرت اليه. عشان تحقق هذا الاستحقاق لازم تعمل قايمه. علشان انا في الاول في القايمه ديت اقول ايه؟ ان القايمه دي هتمثل بقبطي وشباب ومراه ومسيحي ومعوق، تمام؟ فحطوا في القايمه هذه الاشخاص. فلا بد ان يكون هناك قائمه في الانتخابات، سواء بقى القائمه نسبيه مطلقه كلها قائمه وفردي، والقانون والدستور يعني خلى الامور مرنه في الموضوع ده لحد كده كويس. يعني الدستور بيلزم انه اجراء الانتخابات يكون بالشكل ده. عشان تطبق الدستور انت مرغم ان انت تعمل قائمه. عشان تكون انتخاباتك غير مطعون فيها دستوريا لازم يكون في قائمه، حتى لو جزئيه لحد كده وكويس. تمام. يبقى انا كده مش محتاج ان انا اعدل الماده دي، او مش مطلوب بالضروره ان انا اعدلها بالشكل ده. ما هي الماده دي اتعدلت عشان يكون هناك حق دستوري للناس ديت. ليه؟ هقول لسيادتك ليه. ليه سبب التعديل؟ هي الماده دي كانت موجوده في الدستور القديم 2014 والظروف اللي جت فيها اللي جه فيها الدستور ده هنتكلم فيها بعدين. لكن الماده دي قالت ايه في النص ده؟ قالت ان الناس ديت تمثل في البرلمان القادم لدوره واحده. يعني هو في الاستحقاق الاخير 2014 دستور 2014 قال ان يا جماعه عايزين نسبه للناس دي فعلا معوقين واقباط ومصريين بالخارج، ولكن نص لدوره واحده عقب الدستور اللي احنا فيها دلوقتي. هو ربما ظن منه انذاك انه لا، انه هذه الفئات تقوى شوكتها على مدار دوره البرلمان. لكن نص الدستور كان صريح بيقول لك انا هديك الاستحقاق ده لدوره واحده. التعديل الجديد بيقول بقى انا هديك الاستحقاق ده الى ما لا نهايه. فهو ده الامر، ان هيبقى ملزم للقانون اللي هيتعمل لكل الحكومات اللي جايه، لكل مؤسسات الدوله اللي جايه، يعني حينما ينتخب البرلمان يراعى فيها التمثيل الملائم لهؤلاء الاشخاص. وطبعا ده شيء جميل جدا ان انت يبقى عندك من كل الطوائف ناس بتمثلها في البرلمان. تمام، هو ده رائع. بس ده يدفعنا برضه اسمح لي حضرتك انا عايز ارجع للجزئيه دي علشان حضرتك بتسال ان الماده في حاله الاخذ بنظام القوائم مش هتكون المادة دي ضروري تعديلها، مش ضروري تعديلها. تمام. بمعنى انه نظام القوائم هيضمن لي بالزبط النسبة اللي انا عايزها. مين سعادتك اللي بيحط القوائم؟ المفروض القوائم دي بيتم وضعها عن طريق احزاب او ائتلافات احزاب او حسب ما نص القانون. تعديل المادة دي بالذات بيلزم واضع القائمة سواء حزب او مجموعة من الاحزاب بان هو لازم يمشي على هذه المادة، ما يقدرش ان هو يخرج عنها، لان هيكون في قانون مكمل، والقانون المكمل ده هيحط النسب واللي هيخوض الانتخابات بقائمة من القوائم سواء قوائم نسبية أو قوائم مطلقة، لازم يكون دي شروط خاصة لازم تكون متوافرة في القائمة. حضرتك عايز تقول إنه التعديل ملزم للأحزاب إنها تضع هذه الفئات؟ ملزم للأحزاب، ملزم للائتلافات، كل من له الحق في خوض الانتخابات كمؤسسة حزبية أو كائتلافات حزبية، هو ملزم إنه عشان يقدم القائمة دي للجنة العليا للانتخابات لازم يكون التمثيل ده موجود فيها. لكن هنا سؤال على الجانب الآخر ممكن يطرح، هنا فكرة التحديد هذه النسب هل يناهض أو يخضع لفكرة أو مبدأ تكافؤ الفرص؟ أثيرت النقطة دي كتير جدا، إنما المحكمة الدستورية العليا حددت إن التمييز الإيجابي لفئة من فئات المجتمع هو أمر دستوري، لأن لما بيكون في فئة مهمشة أو فئة مش قادرة إن هي تصل إلى بشكل معين، يعني لما أتكلم على المصريين في الخارج هم كلهم متواجدين في الخارج وعايزين يعرضوا مطالبهم، إنما مش متواجدين هنا أهو. الشباب نفس الحكاية، العمال والفلاحين، لما بتكون الفئات ديت بيتم تمييزهم بشكل إيجابي زي برضو ال 25% بتاعت السيدات، ده تمييز إيجابي فهو دستوري تماما، مش مطعون عليه. محتاج اسمع رايك برضه استاذ نائب في هذه المساله، يعني هي بغض النظر دستوريا او غير دستوريا، لكن من اصول او قواعد المنافسه السياسيه، هل لما احدد نسب لهؤلاء الشرايح هل انا اقاوم او بقضي على فكره تكافؤ الفرص؟ يعني حد ممكن في الحلبه السياسيه يقول لك انا مالي، يعني هو ارتضى انه يلعب سياسه فخلاص. بالظبط، ما هو عشان كده الدستور قال لك التمثيل ملائم وما حددش النسبه قد ايه. والتمثيل الملائم ده هيرجع في القانون، لما القانون يتحط بتاع الانتخابات هيقول لك والله انا هسمح بالنظام الفردي والنظام القايمه مع بعض، حضرتك تقدر تلعب على الاثنين. يعني هو مش هيحرم الراجل اللي عايز يخوض فردي ومش هيحرم الراجل اللي عايز يمثل بالقايمه. وقد يجوز ان الدوله تعملها كلها قايمه، ده برضو الدستور قال لك انا سايبه للقانون. اللي بيحط القانون مين؟ ما اللي بيحط القانون ده هم السياسيين اللي هنلعب عليه، احنا النواب اللي هنحط القانون بتاع الانتخابات اللي هنلعب عليه الدوره الجايه، فلا يمكن نكون بنظلم انفسنا او هنظلم الاخرين. الامر لازم في النقطه دي كان الدستور مرن، حافظ على حقوق ناس مهمشه وقال لك لابد ان الناس دي تمثل عشان شكلهم في البرلمان يقدر ينطق الرئه اللي يتنفس منها هذا الشخص، ما يبقاش مهمش زي ما معالي المستشار قال. هو يعني تمييز ايجابي لصالح ناس حتى الجزء بتاعهم كلمة ملائم ديت عددهم مش هيكون مؤثر في العدد الكبير. إنما أنا في الأصل أنا معاك للانتخابات شعبية، هذا هو الأصل. ولكن إذا كان في نطاق هذا السباق الشعبي للمنافسين، يعني أنا بتكلم وأنا راجل أنا خدت الانتخابات قايمة 2011 ضد جماعة الإخوان وكسبتهم الحمد لله، وكانت على نص المحافظة، ولكن ودلوقتي في اللي بعدها الانتخابات 2015 خطها فردي والحمد لله نجحت فيها. فالامر يجوز لصاحب الشعبيه ان يجتاز في القايمه وان يجتاز في الفردي. واقول لسيادتك على حاجه ثانيه بقى كمان، ان يجوز للمستقلين ان يعملوا قايمه ويدخلوا بيها. يعني كلمه القوائم طبقا لقانون الانتخابات الحالي. ده كان اللي فات والحالي هيبقى كده برضه. يعني هو لما بيقول القايمه ما بيقولش ان القايمه ديت لابد ان يكون حزب كذا هو اللي هيعملها. لا، حضرتك شكل قايمه، حط فيها النسب اللي قلنا عليها، الشخص القبطي، المصريين بالخارج، الشباب، المراه، وادخل بيها حتى لو مجموعه من المستقلين شكلوا هذه القايمه يجوز في الانتخابات. على اختلاف انتماءاتهم مقبول برضو. يعني لا، شكل خلاص بالظبط. هو الراجل في حزب، المسمى الرئيسي المحكمه الاداريه لا تنظر في امره، أنا بنظر في التشكيل الذي يتوافق مع صحيح القانون والدستور. الدستور بيقول لك تمثيل ملائم، أنا والله مثلت الملائم دي، القانون هيحددها بقى واحد مثلا في القايمة، وأعتقد مش هيبقى أكتر من كده، في كل قايمة واحد هتعد على مستوى الجمهورية، واحد شباب واحد مرأة. طب الحاجة التانية برضو عشان أقول لحضرتك التخوفات على الناس اللي هي بتلعب فردي وعايز يفضل يستمر، كلمة التمثيل الملائم، ما أنا ممكن أجيب المرأة شباب ثم قبطية مثلا، يبقى انا خدتها في 3 ثم مصريه بالخارج، كل ده وارد، يبقى حققت الثلاث يعني شرائح في شخص واحد، ممكن ده وارد جدا، سيده وشابه ومسيحيه مثلا. خلاص بالظبط. اقصد ان الامر هيبقى القانون مرن للمنافسه، بمعنى انه لو عمل كده امام القانون انا حققت كل اللي انت عايزه في شخص، ده وارد، مش بالضروره يكونوا 3 اشخاص او 4 اشخاص بالظبط، او شاب ومعوق، ده برضه وارد، او شاب معوق وقبطي، يبقى انا مثلت. فاقصد ان الامور هي مرنه. ده مش هيبقى تحايل؟ لا مش تحايل، بين قوسين يعني. لا مش تحايل، انت عايز تمثل طائفه، تمام، والدستور الزمك بانك تمثل هذه الطائفه، انت مثلت. انا والله النهارده انا راجل نائب شباب ثم قبطي ثم معوق ثم كده يعني. طيب الحاجه الثانيه، القصه بقى بتاعت الانتخابات الفردي، الناس اللي عايزه تخوض، ما هو حضرتك موجود فعلا القانون هيسمح اكيد بالمساحه الفرديه دي، وكمان قصه بقى ان انت في مصر عايز تقوي الاحزاب اللي كلنا عمالين ننادي بيه، الاحزاب لا تقوى الا في نظام القوائم. يعني الاحزاب لا تقوى الا في نظام القوائم. بالظبط. ليه؟ ما انا بقول لحضرتك انا لعبت على الاثنين. لما اكون بلعب فردي لا يعنيني مسمى الحزب، انا والشارع، انا والمواطن فقط لا غير، وده طبعا انا المرشح مش انا احمد رفعت، كلنا كده بشكل مجرد. بالظبط، لان لسه مصر ما فيهاش الحزب القوي اللي يساند المرشح بادوات ورجاله، قد يكون ده واحنا في الطريق ليه، وبيتجهز طبعا كل مجموعه احزاب، اما بتعمل ائتلاف، اما بتبدا تعمل قواعد شعبيه، بيتنافس الحزب عشان يكون قوي، علشان يبقى ممارسة سياسية قوية من خلال الحزب وليس من خلال الفرد. النظام بالقوائم، أنا بتكلم على النظام ده اهو. هنا معذرة، وأنا أتمنى لشخصي الفردي هو أريح بالنسبة لي. أنت حضرتك ضامن شعبيتك يعني. الحمد لله الحمد لله. احنا كمان ما بنعملش دعاية لحضرتك طبعا يعني، ربنا لا، ما خلاص، ما أنا دي الدورة الثالثة يعني. ولو اتحسدت أنت حر، أنت اللي بتتكلم. لكن حد ممكن يرد على حضرتك، مش القائمة هي الطريق الأمثل لتقوية الأحزاب، الطريق الامثل لتقويه الاحزاب هو وجودها واشتباكها مع قضايا الناس في الشارع. انا مع سيادتك. طب انا هرجع لك عشان سياده المستشار ما يزعلش مننا ويقول انت متجاهلني شويه، لكن هو بس الكلام او التفاصيل تاخد شويه مع سياده النائب. دلوقتي احنا عندنا 25% سيدات في المجلس يا سياده النائب، على الاقل. طب 25%، ربع المجلس سيدات، هذه الشرائح الاخرى لو خدت مثلا ما يوازي حوالي نسبه 25%، هيبقى نصف البرلمان المتبقي لبقيه الشرائح او بقيه الاطياف. هنا حد ممكن برضو يكون عنده اعتراض انه بتسيب لي بس نص البرلمان اتنافس عليه. الاعتراض مردود عليه في بند المراه فقط. احنا المراه في مصر هي نصف المجتمع، تمام، فلما بكون مديها 25% فما فوق ممكن يزيد، فده يعني حقها، ويمكن اقل من حقها كمان، لان النسبه المتعارف عليها في الدول الاجنبيه 30% تقريبا بتبقى تمثيل للمراه في البرلمان. المراه المصريه تم المراهنه عليها دائما، ودائما كانت عند حسن ظن مصر كلها، ودائما هي الحصن والداعم للاسره المصريه وللدوله المصريه، فحقها ان هي يكون لها تمثيلها داخل البرلمان. الشرائح الاخرى، نيجي للشباب. الشباب عدى عليهم وقت كتير جدا، اثبتوا ان هم امل مصر في الحاضر والمستقبل، من حقهم برضو ان هم يكون لهم تمثيلهم في البرلمان. وجود الفئات كلها بالتشكيلة دي داخل البرلمان ده بيضمن ان كل مشاكل مصر وكل مشاكل المجتمع بكل فئاته تكون مطروحة امام نواب الشعب. فمش شايف ان فيها اي نوع من الاعتراض، بالعكس هو حقهم ان هم يكونوا ممثلين وموجودين داخل البرلمان المصري، بالذات زي ما قلنا في حكم الوضع اللي احنا دايما بنقابله في الانتخابات، تحكم العصبيات، التحكمات القبليه، المال اللي بيتحرك. الانتخابات طبعا بيكون لها قواعد واسس، فما يجيش يبقى شاب النهارده عنده 25 سنه او 28 سنه ومطلوب منه ان هو ينزل علشان يصرف في الانتخابات 2-3 مليون جنيه او حسب ما بنسمع من ارقام. لا انا قصدي كمان برضه صحح لي الانتخابات لها قواعد واسس، من يجيدها بينجح يعني بنسبه كبيره. ده اكيد مش كده؟ ده اكيد، بس في ظل الفتره الحاليه بعض الاحزاب واحنا منهم الحمد لله بدانا نشتغل ان احنا يبقى في كوادر سياسيه حقيقيه، ومن الشباب كوادر سياسيه حقيقيه، ومن المراه تبقى جديره ان هي تنزل تكتسب المصداقيه في الشارع. تمام، ده لازم يكون موجود لان هم دول اللي هيبقوا مستقبل مصر ان شاء الله. عظيم. طب انا استاذن حضراتكم في الخروج لفاصل، وعارف ان حضرتك عندك بعض النقاط المهمه سياده النائب، هرجع لك حالا بعد هذا الفاصل الذي نخرج اليه، ونعود اليكم مشاهدينا بعد قليل. اهلا بكم مجددا الجزء الاخير في حلقه الليله، والحديث حول احد محاور التعديلات الدستوريه المرتقبه، محور مرتبط بالتمثيل المناسب والملائم لشرائح الشباب والمراه وذوي الاحتياجات الخاصه. نقاط كثيره جدا اثرها ضيفانا الكريمان في الجزء الاول، واستغلالا لكل دقيقه متبقيه نعود مباشره لبعض النقاط في سياق هذا النقاش. فقط توجد تحيه بسياده المستشار عبد الفتاح نصار وسياده النائب احمد رفعت، اهلا بكم مجددا. اهلا بك. اعود اليك سياده النائب في نقطه مؤجله من الجزء السابق. تمام. وهي نقطه تكاد تكون قديمه جديده اثيرت في سياق حديثنا او على هامش حديثنا حول التمثيل المناسب لهذه الشرائح، مساله قوه الاحزاب. حضرتك أشرت أنها بتتواجد من القوائم أو نظام القوائم، وأنا ربما قلت لحضرتك البعض ربما تحفظ على ذلك أو لديه وجهة نظر أخرى أنه قوة الأحزاب الحقيقية توجد أو تولد من وجود الأحزاب في الشارع واشتباكها مع قضايا الناس وتواجدها بقوة، ولعل ده ربما مفتقدينه في الحياة السياسية في مصر. ما ردك؟ نتكلم كلام واقعي بقى. الحزب اللي عايز يعني يخوض الانتخابات ويقوي نفسه حزب دون تمثيل بقواعد حزبيه في كل قريه، لا حزب. مش في المدينه. الحزب اللي عايز يعمل بقى نفسه ويقود ويبقى له كوادر شبابيه، انزل اعمل في كل محافظه، في كل مركز، في كل قريه وحده حزبيه ولم مجموعتك. هو ده الحزب. غير كده يبقى كلام تاني، يبقى هامش على الحزب. اللي يخلي المرشحين يلجأ الى الحزب في نظام القوائم اتساع الدوائر. انا محتاج من دوائر كتيره ناس تانية قد لا اعلمهم، الحزب يجيبهم لي بقى منين؟ من القاعده الحزبيه اللي هو عاملها. الحزب يدعمني ازاي؟ يدعمني زي ما سيادتك قلت، لما يكون له رجاله في الشارع هتطلع تقف للحزب وتقف مع مرشحينه. طيب ده اللي يخليني انا طب ده هنا معذره، حضرتك كده بتتكلم على الجانب الاداري او التنظيمي، ولا التواجد بمعنى الاشتباك مع القضايا السياسيه وهموم الناس؟ خلينا ويمكن ده عشان ما اقطعكش تاني برضو عشان يبقى انا كده ما خالص. ما هو كل الاحزاب. هل هنا ممكن نطرح سؤال انه الحزب الذي تنتظره مصر وجد بالفعل، ام احنا لسه في انتظار الحزب الذي يليق بمصر؟ في اطار التجهيز. في اطار التجهيز وعلى وشك، والمنافسات القويه والحراك السياسي مع كل الاحزاب اللي عايزه تسيطر وتلحق تجيب رجاله في الشارع. انا بتكلم بالبلدي عشان الناس تفهمني اكتر. كل الاحزاب في مصر بتشتغل مع القضايا زي ما سيادتك قلت، حتى لو شخص الحزب، بس لو شخص رئيس الحزب ومؤسسه هو بيشترك مع القضايا. لكن المنافسه الفعليه احنا بنتكلم ازاي الحزب ياخد مقاعد في البرلمان، ياخد مقاعد في الشورى. مش هياخد مقعد في الشورى الا اذا كان له رجاله في الشارع، له مرشحين اقوياء هيلجأوا له. طب المرشح هيلجأ له ازاي؟ هلجأ للمرشح اذا كان الحزب هيضيف لي اما دعم مالي، وده طبعا ما عندناش الاحزاب اللي بتدعم دي، او دعم شعبي. طيب ابسط ما يمكن ان احنا نتحرك ونعمل حراك سياسي للاحزاب في الشارع، انزل واعمل رجاله واعمل وحدات حزبيه واعمل تشكيلات واعمل لجنه ال20 وال50. الحزب اللي هيعمل ده مفيش حزب هيقف قدامه تاني. طبعا انا مش عايز اعمل دعايه لاحزاب معينه، لان انا طبعا راجل في حزب معين، فمش عايز اقول ان احنا جايين يعني نحطم كل الاحزاب او نقول لها. حضرتك بتتكلم كاسس او قواعد عامه، بالظبط، اسس وقواعد تطبق على من يريد التواجد بقوه يعني. ايوه. واتمنى ان انا اجي انزل انتخابات الاقي فيه حزب انا اللي اجري عليه، مش هو اللي يجري عليا. انا اللي اجري عليه امتى؟ هو عايز النائب لما يكون له شعبيه، وانا عايز الحزب لما يكون هو كمان له شعبيه. في قصه المال السياسي عايز اقول نقطه سريعه جدا. طب انا استاذنك نرجئها قليلا، نرجعها عشان بس النقطه دي نرجع. اعتقد ان سياده المستشار معني بيها لانه راجل حزبي يعني بيمثل واحد من الاحزاب الموجوده على الساحه الان. بالظبط. فما رايك او تعقيبك؟ هو الاساس في عمل الحزب هو المنافسه على السلطه، ده المفهوم الحزبي، المنافسه على السلطه والمنافسه على المقاعد البرلمانيه او السبب الشرعي لوجود اي حزب. ولكن اكتساب المصداقيه بالنسبه للحزب داخل الشارع المصري بيتاتى من مجموعه من العوامل. اول شيء لازم الحزب يشتغل على بناء المواطن، لان بناء الوطن مش هيجي الا من خلال بناء المواطن. تاني حاجه لازم نكون لامسين قضايا الشباب اللي موجوده في الوقت الحالي، ويكون عندنا كوادر بيتم تنميتها من الشباب، لان احنا بعد 5 سنين بعد 10 سنين لو ان الحزب بيظهر فقط في الشارع ساعة الانتخابات فبالتأكيد كل الشارع بيكون عازف عنه، لان اي حزب تواجده بيبقى فترة مؤقتة ويختفي من الشارع هو دوت السبب ان احنا دلوقتي مفيش مصداقية للأحزاب في الشارع. وبنحاول ان احنا نكتسب هذه المصداقية من خلال مجموعة من الأعمال، ان انا اولا ابني مواطن، ثانيا اعلم مواطن ازاي يتدرب على العمل، والشاب ازاي يتدرب على العمل علشان يقدر ان هو يشتغل ويتوظف. انا مش هديله في ايديه لان ده اهانه للشخص، انما لما اخد مجموعه من الشباب وادربهم على ان هو ازاي يشتغل، ازاي يكتسب الخبره، ازاي يكتسب الخبره السياسيه. طيب هنا الاساليب كثيره، ومعذره ان انا بس بقطع حضرتك عشان يعني نفضل ماسكين في الخط الاساسي. تمام. اللي هو بتنطلق منه بعض الافكار، وهي مساله التمثيل المناسب للشباب وبعض الشرائح الموجوده في المجتمع. انا هكسب الشباب ازاي؟ لما الشباب تلاقي المصداقيه من الحزب، مصداقيه الحزب، ان انا اقدر بعد كده الاقي عندي شباب مؤهله ككوادر سياسيه. طيب. احطهم بقى في التمثيل الملائم للشباب اللي مطلوب بالنسبه للقوائم. سريعا سياده المستشار، لطالما انتقدت الاحزاب في مصر بكثره عددها، هل العدد الكبير ده مطلوب؟ لا للاسف. هو طبعا من بعد ثوره 25 يناير ظهرت مجموعه كبيره من الاحزاب، وصلنا حاليا في مصر الى حوالي 104 حزب، منهم حوالي 30 او 40 حزب متنازع عليهم في المحاكم على رئاستهم، فنقول ان في 80 حزب موجودين داخل مصر حاليا. مطلوب العدد ده؟ لا مش مطلوب العدد ده، مطلوب ان يكون في قوه للحزب على الارض. من المنطلق دوت مجموعه من الاحزاب احنا من ضمنهم تم تشكيل تحالف الاحزاب المصريه، دول تحالفات او 40 حزب حاليا عاملين تحالف الاحزاب المصريه، وبداوا العمل سويا في الشارع بحيث المشهد يكون قوي ويكون لهم يد في طيب. الحديث في المسألة دي يطول ومحتاج حلقات نقاشية ممتدة، لكن خلينا نرجع للخط الرئيسي اللي احنا بنتكلم عنه، وهو التعديلات المرتقبة بتخصيص نسب أو تمثيل ملائم لشرائح الشباب والمرأة والمصريين في الخارج والمسيحيين. حضرتك سريعا ذكرت شيء بالمال السياسي، أو تمام. هل ليه صلة بالتعديلات يا سيادة النائب؟ لا خلينا الأول نفصل قصة المرأة بالطوائف الثانيه، لان المراه خدت الربع على الاقل. يعني كفايه كده يعني الربع على الاقل، ممكن تزيد يعني تحديدا دستوريا. يعني هو الاختصاص الدستوري هي خدت الربع وممكن تزيد كمان. انت حر، كفايه كده، هيزعلوا منك، انت حر. ما نقدرش نزعلهم، ما احنا بندعم ذلك يعني. غير هذا الربع لسه بقى في اللي احنا قلنا عليه، الاقباط والمصريين بالخارج والشباب والمعوقين، دول ناس غير، دي ماده ودي ماده. تمام. المال السياسي بقى عايز اقول حاجه، الشعب المصري والله ما حد بيشتريه، والله عن تجربه. انا دخلت انتخابات 2010 و2011 و2015 ولا مال سياسي، بالعكس اللي كان بيدعم بالمال السياسي ضدي بارقام خياليه خياليه لم يوفق. انت كنت بتسمع 60 مليون حمله انتخابيه، ايه ده؟ 60 مليون حمله انتخابيه ليه؟ وبتعمل بيها ايه؟ عمرات وتكاتك وعربيات ورشاوي انتخابيه، وفي الاخر يجي يسقط لان الشارع المصري ما بيضحكش عليه تاني. دي رساله عايز اقولها للشباب، لو حضرتك عايز تمارس سياسه ما تقولش انا كبير ولا صغير، لا انزل واجتهد ولف على الناس واعمل عصبياتك وصداقاتك بصدق النوايا ان انت داخل تخدم هذا الوطن. والله الشارع هيقف معاك والناس هتقف معاك. بالعكس ده الناس دلوقتي يعني بتدور على الشخص النظيف بإبرة، الناس اللي عايزه تجيبه. قصه اي حد مجرد انه يعلن بالمال او يلوح بيه خلاص هو اتركن عند الشارع المصري. فقصه المال السياسي بعد ثورتين الشعب المصري يعني شبع كمان من الزيت والسكر اللي عملوه الاخوان وزهق، وبعد ما جري ورا ناس زول يعني شعار الدين وشعار المال وزيت والسكر وعيش وحريه وعداله اجتماعيه، كلام شعارات زائفه. احنا عايزين يا جماعه نشتغل على الواقع. اخواتي الشباب، عايز تمارس سياسه، انضم لحزب قوي، ادعم نفسك بعلاقات قويه، تواصل مع الناس، وطالما انت عندك فكر وعندك ايمان بربنا في ان انت عندك هذه العزيمه وحب لهذا الوطن والله لا تنجح. طب تحديد الشرائح دي للشباب والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصه، تمام، هل تتوقع انه لازم القانون يحدد مواصفات فيهم في من يتم اختياره او انتقائه سواء في كل شريحه؟ يعني زي ما حضرتك اشرت انه شاب لازم يكون عنده طموح سياسي مثلا، تمام، في الى اخر مواصفات. يعني تتخيلها ازاي حضرتك او تتوقعها ازاي؟ مواصفات القايمه حضرتك تقصد ازاي الحزب هيختار يعني؟ لا، الشرائح دي اذا الدستور حدد ايه؟ اذا ما مرت التعديلات الدستوريه وتم اقرارها، القانون هل ممكن نلتفت انه يشترط مواصفات معينه؟ طبعا مواصفات معينه في كل بالزبط. شريحه يعني هيحدد الشباب لسن معين، انه المصري في الخارج مثلا لابد انه مثلا يعني ما يكونش متزوج ببعض الجنسيات المعينه بعينها، لازم تكون يعني بعض المواصفات القانونيه بتاتي مجرده في ده اللي انا عايز الفت نظري لا الامور ما هياش فيها التعقيد ده خالص. هو المهم انه يكون مصري الجنسيه، ده بالعكس كمان كان لو معاه جنسيه اخرى كان الاول بيمنع، دلوقتي بقى عادي. الامر متاح لتمثيل متكافئ. القصه انا عندي خلي بال حضرتك، عايز اقول حاجه دلوقتي وانت اثرت نقطه مهمه جدا. كل واحد ماشي في الشارع يملك الملكه السياسيه او المهاره بقى يحلم يبقى نائب وبقى رئيس جمهوريه. كل الناس عايزه تحكم مصر دلوقتي، كل الناس، كل واحد ماشي في الشارع عايز يبقى رئيس جمهوريه، عايز يبقى نائب. ده شيء جميل جدا، لكن مين اللي بيختار في الاخر؟ كلنا بننزل في الباترينا، اللي بيختار المواطن. انت بقى دلوقتي انت حطيت كمان زائد اختيار المواطن جهه بتفهم اختيار هؤلاء الناس، الحزب. فالحزب هينتقي من يصلح طبقا للقانون. القانون بيقول ان شباب سنه كذا، والله انا هجيب الشباب بس مش هجيب اي واحد وخلاص، لا، ده لازم يكون راجل مقنع للناس. لان خلي بال سيادتك، هو انت النهارده لما تدخل بقايمه، هي القايمه نجحت، ما القايمه دي هتنزل برضو للاقتراع في الشارع للتصويت، الشارع هيختارها او لا. فلابد وانا بختار ناس، كل هؤلاء المصنفين قانونا طبقا للتحقاق الدستوري بتاعهم، المعوق والمرأة والقبطي وغيره والمصريين بالخارج، لازم يكون له قبول في الشارع، لازم يكون له شعبية، لازم يكون له رغبة. لأن في الأول وفي الآخر صاحب الحق ليس الحزب وليس القانون وليس الدستور، هو سيادة المواطن المصري هو اللي بيختار. أنا بنزل انتخابات وحضرتك ومع المستشار بنتحط في الباترينا، مين اللي بينزل ينقي؟ المواطن. المواطن ما بيضحكش عليه، فأنت لازم تقدم بضاعة جيدة عشان تعمل برلمان كويس وتصنع برلمان كويس. الشعب مش هيعديك كده ومش هتمر مرور الكرام باي قايمه. ده لابد ان يكون هناك يعني مش احزاب بس كده، ده انا عايز اقول الاحزاب دي لازم تكون عباره عن اجهزه تنتقي هذه الشخصيات المرشحه للبرلمان ثم تقدمه. طيب انت النهارده عملت صمام امان سواء للبرلمان او للشورى، وانت بتختار ان في احزاب ناس لها فكر وناس لها ثقافه هتنتقي خيره الشباب المرشحين وكلهم احسن مني علشان خاطر الشعب يقبلهم ويقتنع بيهم. الفردي بقى هتعمل فيه ايه؟ مش هتنتقي. الفردي المواطن اللي هنتقي. ففي الاخر زي ما احنا كده عمالين نتكلم في الدستور وعمالين نجتهد وهنصوت عليه بكره في البرلمان، وطبعا انا مع نعم، ولكن في الاخر صاحب الحق الاصيل سياده المواطن هينزل هيشارك او لا. هو حر، مش هقدر افرض عليه، لان المواطن مش هو ده هو اللي هيعمل الدستور وهو اللي هيعمل النائب اللي هيعمل القانون، وهو يعمل النائب شخصه في البرلمان القادم سواء في الشورى او الشعب. فكلنا بنجتهد لخدمه شخص اظن واعتقد انه يعي جيدا مقدراته وهيحافظ عليها. عظيم. اعتقد برضه سياده المستشار كون راجل حضرتك راجل حزبي برضه معني بالسؤال ده والنقطه دي. اذا ما اقرت التعديلات على هذا النحو، هل في الحزب مثلا او في الاحزاب هيكون في شروط معينه على الشباب اللي هيتم اختيارهم او تمثيلهم؟ شروط معينه برضو على المصريين في الخارج؟ يعني مش اي مصري في الخارج ومش اي شاب يتم اختياره هكذا. كحزب سياسي احنا ملتزمين تماما بالقانون اللي هيتم اقراره بعد التعديلات الدستورية. القانون الحالي بيحدد الشباب سن، بيبقى محدد من خلال السن، بيحدد المرأة، بيحدد المقيمين في الخارج، فبيبقى في التزام حزبي تماما من ناحية نص القانون. إنما معايير اختيار الشاب اللي ممكن هو يمثل الشعب المصري في البرلمان، لأنه إذا كان بيتم انتخاب النائب في دائرة، فهو بمجرد انتخابه فهو بيكون ممثل للشعب المصري بالكامل، فبالتأكيد لازم. لكن المعايير اللي أنت ممكن تحطها كراجل حزبي، لما يجي لك شاب مثلا لا يملك من حطام الدنيا شيء، ما عندوش مثلا المال أو النفوذ أو ما شابه، هل أنت شخص مجرد هكذا؟ المعيار الأساسي إن هو يكون شخصية سياسية سوية محترمة، يصلح إن هو يكون وجهة لتمثيل مصر أمام الشعب المصري وأمام الخارج وأمام العالم. مش بالضرورة إن هو يمتلك المال للإنفاق على دعايته، ومش بالضرورة يكون هو. بالعكس، ده إحنا مهتمين تماما يكون لي مثلا أهل وعشيرة. لو أنا جيت النهاردة عشان أختار شاب يملك المال، فأنا كده يبقى أنا معيار الاختيار الأساسي هو المال، لأن أنا بختار المال مش بختار الشخص اللي هو هيكون ممثل لمصر. احنا معيارنا في الاختيار الاساسي اللي لازم يكون موجود هو الشاب اللي هيمثل مصر في المستقبل، المثقف اللي هيقدر يوعي غيره. النهارده الشباب بقى عندهم وعي كبير جدا، وفي نفس الوقت في شريحه اخرى محتاج ان احنا ننشر الوعي ما بينهم. الشباب اللي هو عندهم الوعي دول اللي هيكون نموذج ومثال للشباب اللي المفروض ان هم هيحذوا حذوه وهيكونوا خلفه، وهيكون عظيم. شخص محترم يمثل مصر. ده لازم ده يكون معيار الاختيار بالنسبه لي انا، الكوادر الحزبيه المحترمه. المتبقي من الوقت اعتقد ان احنا لازم نطرح على حضراتكم واسمع رايكم يعني في اهميه المشاركه في هذه التعديلات. سريعا جدا، المشاركه في التعديلات الدستوريه دي مساله امن قومي، او التصويت في التعديلات. التصويت هو امن قومي بالفعل، لان احنا في حاله حرب. اللي احنا فيه ده مش بنهرج، والتعديلات الدستوريه ما هياش رفاهيه وما هياش خدمه لحد غير المواطن والامن القومي المصري. اللي بيحصل والعالم كله بيبص عليك، عندك ناس بتقول للمصريين نقاطع جماعه الاخوان وغيرها. المقاطعه دي يا جماعه من ايه؟ اللي بيقول لك قاطع ده ايه؟ ده بيقاطع عشان بيقول ان انا لا اعترف لا بالدوله ولا رئيسها ولا مؤسساتها ولا حتى شعبها. ده راجل بيعترف بالاماره الاسلاميه والدواعش واردوغان والمؤامره على الشرق الاوسط. الناس دول لازم ناخد بالنا منهم كويس جدا. اللي بيقاطع ده بيقول لك نقاطع ليه. تعال بقى الشق الثاني، الطبق بتاعي بقى اللي هينزل، يجي تاني يلعب على الطبق اللي هيشارك كمان، يقول له انزل شارك بلأ بلأ. ليه؟ انت عرفت التعديلات، اقرا التعديلات وشوفها الاول، هل هي في خدمتك ولا لا؟ هل هي احنا بنعملها تآمر عليك، ولا خدمه للامن القومي المصري، ولا تصحيح لدستور اتعمل في ظروف صعبه جدا كانت ثورتك اللي نزلت في الشارع فيها بيعتبرها بعض الدول انقلاب، وكان الناس دي بتمرر بسرعه دستور عشان يجي برلمان سريع عشان نقول ان مصر فيها مؤسسات منتخبه. فكان لابد في هذا الامر ان هذا الدستور ياتي عليه تعديل، بالاضافه ان بعض الناس اللي كانت بتوضعه كانت بتنظر على مقعد الرئاسه وبتنظر على مقعد البرلمان. جه الوقت واحنا هادين ان احنا نعدل المسار، وبقول لحضرتك انزل شارك عفوا، واستاذنك انا اسف انا متعصب، انزل شارك بنعم بعد اذنك. طيب سياده المستشار برضو رايك. انا هقول للمواطن المصري كلمه واحده: لولا أهميتك في مصر ما تم طرح هذا التعديل للاستفتاء عليك. صوتك ده حقك، ومصر بتعتبر إن ده حقك الشرعي، لازم تنزل تشارك، صوت باللي أنت عايزه. أنا عن نفسي وكحزب بقول نعم للتعديلات الدستورية، إنما المواطن المصري اتفضل انزل شارك، عبر عن رأيك، ما تخليش حد يسيطر عليك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما تخليش حد يسيطر على فكرك من خلال بعض الدعوات الهدامة اللي بيتم نشرها في الصفحات اللي بتدار من الخارج من تركيا وغيرها. خلي دايما مصر هي أمام عينيك أولا وأخيرا. تمام. ختاما أشكركم شكرا جزيلا على هذه المشاركة وكل ما أثرتموه من بعض النقاط المهمة المرتبطة بالتعديلات. سعادة المستشار عبد الفتاح نصار، المحامي بالنقد، مساعد رئيس حزب مصر الثورة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك سيادة النائب احمد رفعت، عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. شكر موصول دائما لحضراتكم. غدا باذن الله حلقة جديدة معكم مع الناس، الى اللقاء.